مجلس الحرب الإسرائيلي مهمته أن يضع هذه الثوابت التي تضمن فيما يتعلق بإسرائيل وجود إسرائيل بالنسبة لهم. يعني أي عمل حتى لو كانت عمليات هذه الصغيرة التي تحدث من انتحاريين من كذا، هذه في حساباتهم أنها تهديد إلى أمن إسرائيل. الضربة التي قامت بها إيران وإن كانت متأخرة حقيقة يعني حتى نحيط الموضوع بإشكالته، وليس بالمستوى يعني النتائج ليس بالمستوى التي كانت تلوح بها إيران بالعصر الغليظة منذ سنوات، يعني منذ سنين وهي تأسس الجمهورية الإيرانية على أساس أن هناك عداء للشيطان الأكبر وأن موضوع تحرير فلسطين وإزالة إسرائيل. لكن رد فعلها المعنوي كان كبير، رد فعلها الضربة رد فعلها المعنوي تحديدا كان كبير ومؤثر. هذا على الصعيد كما تفضلت إعلاميا ومعنويا يبقى في حدود، يعني لدينا كثير من العمليات التي قام بها أيضا جمال عبد الناصر دكتاتور صدام حسين عندما قصف الصواريخ على إسرائيل، لكن يجب أن نحسب النتائج خسارة وربح. جيد، النتائج يعني قد جرنا إلى نوعية الرد الإسرائيلي اليوم بعد إسرائيل على أهوة الاستعداد لأكثر من سبب. إيران أعلنت أنها لا تريد الحرب الشاملة مطلقا حتى يوم أمس عندما تمت الضربة الإيرانية أعلن الرئيس الإيراني أن الضربة انتهت ولا يعني ليس لدينا شيء نضيف إليها إلا إذا ردت إسرائيل. إسرائيل أوغلت في غيها وقامت بتدمير غزة، وعام بعد بضعة أيام يصبح عام على 7 أكتوبر على الحرب في غزة، عندما أيقنت أن هناك لا توجد حرب شاملة ولا توجد جبهة ممكن أن تفتح. يعني على سبيل المثال غزة منذ عام الحماس منذ عام تقاوم حرب، نعم عامل الخسارة أكثر من الربح، ولكن هم متوقعون هذا الشيء. لا يمكن مقارنة الآلة العسكرية لغزة وحماس بإسرائيل، لكن لم تحصل حماس على إسناد لا من إيران ولا من حزب الله ولا من وحدة الساحات.